هاي هاي سلام أزول فلان. مزاكين How are you? How do you do? Migrating from Morocco. You must take the habit of speaking English language. Now and in future. Because French always betray us. Nous devons. Ah, alors, en fait, كلشي بخير. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اول حاجه نتمنى تكون عندكم تكونوا بالصحه والعافيه. ها كلشي يكون بخير وعلى خير. De temps en temps, on parle à la radio, on est en live. J'ai de Mohamedia, on est dans le club. On est ici, bien sûr. Had une heure, بغيت هاد الثقافة ديال الكلاكسون بغيتها تحيد. كنتمناها تحيد. جون بارل توجور. دونك نتمناو راه ديما هاد القضية في الدار البيضاء لي طاكسيور كيكلاكسونيو بزاف. إلا كانوا كيسمعوني يحاولوا يتفاداو لي كلاكسون. حيت واخا تكلاكسوني كاين في غوج غادي توقف ها بلا ما تجري في كازا. الشيء اللي يعرف كازا راه ما كيجريش في كازا وما كيكلاكسونيش. كلاكسون سميتو لافيرتيسور اللي كيعلم ماشي ديال هذا. بغيتيني نساعدك وانت النوراني وانت الكويني وانت اليمني. كيفاش وعلاش نظرك عدل
انت اللي منين كيفاش وعلاش غدرك عدنا منين بغيتيني نساعدك وانت النار وانت الكاوي وانت اللي منين كيفاش وعلاش غدرك عدنا منين ايوا نظن فهمتوها وزافي كومبخي. الحقيقة أنا كنت عطيت لكم واحد الملخص وقلت لكم الكراهية والحقد والحرب منين جاية، وكذلك كنقول لكم أن المغرب المملكة المغربية غادي تبقى ديما هي الوسيلة الوحيدة باش يبقى النظام الجزائري مسيطر على عقول الجزائريين. المدة طالت كثيرة بزاف، دابا من 63 لدابا راها بزاف، من 63 لدابا من 63 وياك من قبل، ولكن 63 تعلن هذا الأداء راه طويل بزاف. داوه المغاربة الجزائريين، لي ماروكان ألجيريان، لي ماروكان ألجيريان، مروكن ألجيريين مروكن، اللي كانوا في المغرب، الجزائريين اللي كانوا في المغرب، واللي تعلموا الحرفة في المغرب، واللي قراوا في المغرب، واللي تعلموا الصناعة التقليدية في المغرب، واللي داو الحرفة ديال الصباط من المغرب، واللي داو الحرفة ديال الثوب من المغرب، واللي داو الحرفة ديال الطرز من المغرب، واللي داو الحرفة ديال الفلاح، أي جزائري بدون استثناء إلا من رحم ربك، كلهم كانوا في المغرب وكلهم هما ولاو الاعداء ديال المغرب. هذا واقع، انا كنقوله لكم باش ما تفاجئوش، لان الجزائريين اللي زاينين في الجزائر وكابنين في الجزائر ما كيعرفوش المغرب وما شدوش زمام الامور بعد ذهاب بعد الاستفتاء وذهاب فرنسا من تلك الارض. شدوه الجزائريين المغاربه هما اللي حملوا هذه الكراهيه، باش تذكروا ديما هذه القضيه هذه وجميع الحرف اللي كانت كدور في غرب الجزائر، خاصة من الصناعة اللي بكري ما كانتش صناعة بمعنى الكلمة، الحرف كلها جابوها الجزائريين اللي كانوا في المغرب، اللي تعلموا الصباط في بوشنتوف، اللي تعلموا الكوير في بوشنتوف، اللي تعلموا الخياطة في بوشنتوف، اللي تعلموا أي حرفة تجيك في بالك، أي حرفة جابوها من المغرب. الا شي حاجه اكسبسيونيل، كل الصناعه جميع الحرف والفلاحه كذلك، الفلاحه المغاربه معروفين فيها وفاهمين. هذا البوان الاول. دوزيام بوان، المغرب ما عمرو يتهنيه الجزائر. لالجيري نو فا جامي ليسي لو ماروك ترونكيل، جامي 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 جامي، ما عمرو تخليه. راه كنا كنحلموا حنا واحد الوقت، كنا كنقولوا و فوالا غادي الجيري اليوم، نهار سيرتو نهار اللي نهار لا شونسون ذا ويند اوف تشينج ديال سكوربيون، نهار اللي طاح لو مور دو برلان ومشى الاتحاد السوفيتي، قلنا الحمد لله اليوم مشاو هاد المعسكرين، تهناهم هاد المشكل ديال بوليزاريو، تهناهم هاد المشكل ديال غادي يجي واحد النظام احادي عالمي اللي غادي يعتمد على الحرية، حرية الرأي، حرية التفكير، حرية الابتكار، حرية الاختراع، حرية التصرف، حرية التعبير، ولكن ما بالعكس القضية زادت تزيرت مزيان، والكراهية زادت ان كون، لأن اللي ركب عليها الهواري بومدين اللي هو سميتو الحقيقة بوخروبا، ومعاه بوتفليقة، لأن بوتفليقة كان هو لو ديابل، ساتان، ويسبيرين ان ذا ايز اوف بوخروبا. شكون اللي كان يشيشوطي في الودنين ديال بوخروبا؟ هو بوتفليقه كان هو المستشار الروحي والايديولوجي والتخلويضي، التخلويضو والكراهيه بوتفليقه ما كانش كيتفارق، كانوا بحال دو تستيكيل ما كيتفارقوش، بومدين بوخروبا وبوتفليقه. بيان سير القصه ديال حكرونه راكم عارفينها، ديال بنبله اللي كانت مبريباريه مزيان. بيان سير شفتو عاود من بعد مومدين عاود نفس الهضره، حكرونه والبكاء وداك الشيء باش ياتيريو ما نرجعوش ليها.
وبقات العداوه وبقات تدريس الشعب والاطفال بالخصوص على كراهيه المغرب وعدم الثقه في المغاربه، وماشي غير النظام، على المغاربه، على ان المغاربه هو دمهم، غدار، وان دمهم ما يبغوش الجزائريين، وهو العكس، المغاربه من النيه ديالهم والتربيه ديالهم والاصل ديالهم كيبغيو جميع البشريه، وبالخصوص كيبغيو الجزائريين. المغاربه كيتسطوا على الجزائريين، واحد الدرجه اللي انا واحد الوقت ما فهمتش هذه القضيه هذه، كومونس فيتيل كو هذا الشعب هذا كيعايرنا وكيسبنا ويسب الجيش الملكي ويسب الملك ويسب النظام ديالنا. و اذا قلت انا واخيرا واحد الوقت قلت انا واخيرا راني غلط انايا، انا جو مو ترومب، هذا الشعب الجزائري راه تبدل وراه ولا مزيان، وانا راني باقي شاد هذاك الشيء ديال 75 طرد المغاربه او حرب الرمال وداك الشيء. قلنا ما كاين باس، مشينا للجزائر شحال من مره قبل من العشريه السوداء، ومشيت للعشريه السوداء، والصراحه تلاقيت مع الناس قليل اللي كنلقاه داخل سوق راسون، الاغلبيه كيقولوا لي يسولوني علاش كتبوسوا الملك يديه، هكذا يحرجوك هاد الحاجه. وديك الساعه راني فونكسيونير مع الدوله، وماشي شي دري صغير كما كنت تما كانوا يعايروني، زعما كنت ضيف، انا ضيف في الجزائر ديك الساعه، خصهم يحترموني ما يحاولوش يجرحوا، فهمتي؟ وكنت كنحاول نبرر ليهم، ولكن ما كي داك الشيء ما كيتقبلوش. كنقول لهم اودي هذوك راه حنا مربينا على هذا الشيء، كنبوسوا الناس اللي كبار علينا، وهذاك راه هو بحال بوانا، بحال هذاك الوقت كان الحسن الثاني الله يرحمه، من بعد مشيت عاود جا سيدي محمد، لا ديغنيغ فيزيت ديال سيدي محمد، لا ميم شوز. هذا بون صافي دي زاني، دابا اللي مشى صافي بليز دو 30 طون اللي مشى جا قليز قريبا من الوقت اللي من الوفاة ديال الحسن الثاني الله يرحمه، ما بقيتش كنمشي، الله قال مشيت شي مرة ما بقيتش عقل. المهم لقيت ان العقليه ما كتبدلش، ومغاربه الى ذاك اليوم والى هاد اليامات ديما كيشجعوا الجزائر وكيبغيو الجزائر وكيحماقوا. قلت لكم على الجزائر، المغاربه كيحماقوا على الجزائريين، كيقول لك الجزائر، لان علاش؟ لان حتى المغاربه ضحيه للدعايه البروباغندا والكذوب والمراوغات والنفاق ديال النظام الشيوعي اللي هو ذكي، وقوي جدا كيحترف الدعايه، كيحترفها بواحد الطريقه انكرويابل، ومجهز ليها وموفر ليها جميع الامكانيات اللوجستيكيه الماديه والمعنويه. هذه كنقولها لكم انا باغ اكسبيريونس، وشفتها بعينيا، وشفتهم شنو كيخسروا شنو كيديروا باش يبغيو يدوزوا الفكره ديالهم. مخلصين كتاب، انا كنهضر حتى الجزائريين كانوا يسمعوني، لان هناك بعض الجزائريين اللي اتصلوا بيا وقالوا لي انت نورمالمون، عندك طفام الجيريان وطماغلي الجيريان وعشتي في الجيري، نورمالمون ما تبقاش تدير. انا راه ما كنعيش الجيري، ديما كنقول لكم هذه القضيه، ما كنعيش الجيري وما عندي حتى حق، انا جو سوي اونتخا دو سونسيبيليزي، هذه حمله تحسيسيه للجزائريين والمغاربه. الجزائريين تربوا على كراهيه المغرب، هذه هضره ما نحيدوها، هذه فكره ما نحيدوهاش. ما كانش جزائري غادي يبغي المغرب او يشجع المغرب، ما عدا الا كانت بار ايبوكريزي ولا شي حاجه قليله، وهذوك الناس اللي قلال هما اللي اتصلوا بيا وقال لك حنا حشمانين بهذا الشيء اللي كيديروا النظام ديالنا، حتى بعض افراد الشعب ديالنا اللي كيسبوكم ويعايروكم، وانتم ما مادينهم والو، ونتمناو هذا الشيء يمشي. طبقة مثقفة شوية وطبقة، ولكن اللي لاحظت كيسبونا بزاف وتريز اكتيف، ونبه المغاربة تريز اكتيف، كيسبونا بزاف شكون هما؟ الجزائريين اللي كانوا في المغرب وكبروا وولادهم ورثوا عليهم لي زيليت اليوم، واللي هما اكتيف وكنشوفهم في لي ريزو سوسيو وسيريو تيبيتو، كلهم خارج الديار الجزائريه، كلهم دي زيميغري، كلهم هربوا من الميزيريه والحقره الجزائريه، كلهم هربوا من الميزيريه. وهذا ماذا يفسر؟
يفسر على انهم كيغيروا من المغرب، لان المغرب شعب ما كيهربش منه ما عدا اللي ما قدرش، لان الحريق كاين باغتو، كاين حتى ما بين المكسيكو، حتى اوروبا الشرقيه كانت كتحرق اوروبا الغربيه، الحريق كاين باغتو. غير هو الناس اللي ناشطين بزاف، كنقولها لكم نعاودها لكم، ناس كاينين في اوروبا اللي كيسبوا المغرب. وتقلب على الاصول ديال هذوك الناس اللي كاينين في اوروبا، 90% اصولهم من غرب الجزائر، كانوا في المغرب، جدهم ولا باهم كان في المغرب، اكل وشرب ونام في فراش المغرب، وتعلم حرفة المغرب اللي دار بها لاباس في الجزائر. هذا واقع، ولكن هناك من استفاق، فاق واستفاق، قال لك اودي حنا غلطين، المغرب ما دارنا والو، ما ادانا، ما هاجم علينا، ما دار لينا حتى حاجه. وكاين اللي مشى عاود راجع التاريخ، وكاين اللي عجباتو هاد التاريخ ديال الكذبه ديالهم، لان الجزائر دوله ديال الكذوب. لالجيري سي لو بيي دي مونسونج، سي لو غوايوم دي مونسونج، اتونسيون. اكبر دوله كتكذب سونز اري هي دابا دابا النظام الجزائري. علاش مشى دابا للاجواء؟ دار شحال من حاجه، قطع العلاقات وبقى ينقز وينحنقز، ودار واحد السبعه ولا ما عرفت 10 مبعوثين، ومنهم بالنادي، بدل العمامره. علاش؟ لان كانت هناك وعود للشعب الجزائري انهم الازمات كلها غتحيد في هذا الشهر هذا وشهر سبتمبر بالخصوص، منها تصدير الفوسفات، تصدير سينوفار، ما عرفتش، المهم الفاكسان، ويوليو ينتجوا الفاكسان ويصدروه، ومنها تران ديال الثمن راست غادي يوصل لالجي، ومنها غادي يوصلوا في الصادرات من غير البترول والغاز غادي يوصلوا 25 مليار، وبزيد وبزاف د الامور كانوا يوصلوها في هذا سبتمبر. الوعود ديال طبون، طبون جابوه لا ماشينا مونسونج، اله الكذب، اله الكذب، هما كاع كذابين، ولكن جابوا واحد اللي فريمون اللي كيكذب، والصليعه ديالو ديك البصله ديالو راسو ديك الصليعه الحمراء ما كانو غوجي با، الكذوب 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 الكذوب. وباش يلهيوهم خاصهم يديروهم المروك، لان المروك سي لو ميور لو ميور لو ميور لو ميور غوسيت، لا ميغ غوسيت بور فيغ باسي الكذوب والدعايه ديالهم. مي سا مارش بلو، علاش ما سا مارش بلو؟ لان اول حاجه هادشي اللي كيديروه ضد المغرب، اول حاجه كنهني المغاربه، راه كيقوي المغرب، خصكم تعرفوا هاد القضيه، لان الدوله اللي ما يكونش عندها عدو وتكون غير ناعسه وما كتقويش راسها، الدوله اللي ما كتكونش مهدده فهمتي كتضربها بنعسه وما كتقويش راسها وما كتحاولش تقوي المنظومه ديالها، سواء الاقتصاديه سواء الثقافيه سواء الدبلوماسيه سواء العسكريه. اذا المغرب على بال، المغرب على بال ومقوي راسو وموجد راسو لجميع الاحتمالات، جميع الاحتمالات، لان الناس اللي مسيرين الجزائر حتى واحد ما غادي يعيش فوق ماكسيموم 5 سنين، كلهم دون 5 غادي يموتوا، كلهم، لا نزار لا توفيق لا شمكريشا لا كارينتشا لا كاع هادوك بوزبال، هادوك بوزبال الخونه، خونه ديال الانسانيه وخونه ديال اللي ابتكروا واخترعوا بوليزاريو وداروا ميليشيات داروهم، ولاو هما بعضياتهم ما تايقينش بعضياتهم، كل واحد داير كارد كور ديالو جايبينو من روسيا، وكل واحد منين جايبو. اذا الشعب ديالهم سا مارش بيان يلهيهم بالمروك. وحنا كنا في الوقت كنت كنقول انا للمغاربه، الا كنتو نتوما كتهزوا لو درابو الجيريان وتلبسوا التوني الجيريان سي بيان، ما عندكم نيافة، ولكن راه خصكم تعرفوا ان لي زالجيران ما يلبسوش لو مايو ناسيونال ديال المغرب، راه الجزائري ما يلبسلكش المايو تريكو، كنقولوا التريكو المايو، المايو ديال اللعب، اللعب توني توني ديال المغرب، والله واخا ما عرفش شنو تعطيه، انا كنقولها لكم من هنايا، ما عدا الا كان شي يوتيوبر وباغي يدير البوز وباغي يدبر على راسو حدو يتصور به ويحيدو، ولكن غادي يشبعوه سبان ومعيور. وكل جزائري يحاول يشكر المغرب او يبين، ماشي يشكر، يبين غير المغرب على الحقيقه ديالو، مهدد بالسجن، مهدد بالحراش والبرواقيه بوغار وما جاورها من السجون. والدليل حسن بوراس الصحفي ديالهم اللي قالهم المغرب اصبح قوه إقليمية وعنده جميع مقومات الدولة متقدمة، لأن أوفقير خائن لم يستطيع، لم ينجح في الانقلاب، محاولة الانقلاب، لم ينجح في محاولة الانقلاب. حنا كنهضروا شوف، حنا راه ما كنسبوا ما كنعيروا ما والو، نحن مثقفين ونحن مؤصلين، حنا مغاربة، حنا مغاربة، وكنهضروا باللايف
وكنوريو المغرب الوجه الحقيقي، ماشي كنديرو مونتاج ديال لي فيلم ويقلبونا على لي فيديو ديال 1915 1900. المغرب راه تبدل، شعب متحضر ما على بالوش، ما متصنفش الجيل شكون هي. حنا اللي متصنطين، حنا اللي عشنا تماك، وحنا اللي عارفين البلانات الشيطانيه اللي كيوجدوها المغرب باش يحيدوا الطمأنينه على هذا الشعب اللي كتشوفوا فيه غادي يدير لا مارش ناشط، ما مسوق والو، عايش بخير وعلى خير. اذا هنا انا شي كندوي، انا كندوي في المعقول ما كانش. وهاد لي فيديو اي سون تري امبورطون، هاد لي فيديو راه شحال مره راني كنتسينيالا وكيحيدوهم ليا، وبورتو راه ما كنسب ما كنعاير ما كندير حتى شي حاجه كلمه اللي زعما تقدر تخدش ولا فيولي لي ستوندار دو فيسبوك. كيما كيجاوبوني هما يقول لك فوز افي فيولي لي ستوندار دو فيسبوك، نو زافون سيسبوندي فوتر كاداش 3 موا 2 موا، كاين اللي تحيد ليا كاع، كاين اللي ديزاكتيفا اي تو. دونك ليسونسيال دون تو سا، ليسونسيال اللي هو ذا موست امبورتنت، موست امبورتنت في هذا الشيء، على انه الجزائر راها ماشي دوله. خصكم تعرفوا هذه القضيه، هي دوله بالسميه الجيري، مي لي زانستيتيسيون ديالها كلها سي دي فورماليزم ادمينستراتيف، كلهم شكليات اداريه، ليست بدوله بمعنى الكلمه اللي كتعرف مع من تهضر. تعرف شكون هو هذا الزعيم ديال هذه البلاد اللي غتهضر معاه، اللي غتفاوض معاه على السلم او حتى على الحرب، فهمت؟ ليس هناك زعيم، ليس هناك زعيم للجزائر، ليس هناك روح جزائر. الجزائري ما يقدرش يقول لك هذا هو، واخا كيقول تحيا طبون، فهمت؟ راه غير كيقول تحيا طبون، هذاك بوصبع ازرق، وراه فسرت لكم بوصبع ازرق شنو هو. هما هذوك الناس اللي صوتوا لطبون وداروا المداد زرق في يديهم على انهم صوتوا، والاغلبيه هذوك صحاب الاصبع الازرق ما كرهوش داك الزروقيه، ما كفيش من الصباع باش يبقاو محميين، لان بوصبع ازرق عنده تو لي زافونتاج في الجزائر، عنده جميع الاولويات، هو البريوريتار. إذن راكم عرفتوا دابا، راه فسرت لكم علاش العداوه ما تحيدش، لان بدون عداوه المغرب النظام، النظام الذي اختطف الحكم في الجزائر، اختطف الثوره ديال الجزائر، الثوره ديال الجزائر، لانها الثوره الجزائر ما كملتش، راه حبست باغ ان ريفيراندوم. لو كان ما داش الريفيراندوم تقرير المصير ابيتو الاستفتاء اللي دار لي زالجيريان اللي بغاو يوليو، اللي بغاو يوليو ما بغاوش بلادهم تولي فرنسا، كانوا بزاف الصراحه، حنا ما نكذبوش التاريخ، كانوا قريب من 97% ضد شي حاجه اللي فوطاو باش الجزائر تولي جزائريه. وفي فرنسا لي فرونسي اللي بغاو الجيري تولي الجيريان كانوا 53%، 53% ديال لي فرونسي ما بقاوش باغيين فرنسا تبقى في الجيري، لان باش ما يغلبش على باش الاسلام ما يهجمش عليهم الاوروبا، لانهم كيولدوا داروا واحد العمليه حسابيه، بغاو يخليو لا فرونس كريتيان، سيتو كريتيان. كون كانت الجزائر كون كانت دوله مسيحيه في الديبار، غادي يخليوها، غادي ما يخليوها ليهم، يخليوها مستعمره. ولكن مادام كانت اسلاميه كانوا متخوفين لا ديموغرافي الكثافه السكاني او تعداد السكان ديال المسلمين غادي فوق تعداد السكان المسيحيين، وغادي يستوليو لهم على فرنسا من فرنسا لاوروبا. هذا هو التفسير ديالي انا، هذا وتفسير بزاف ديال الناس، لان ما يمكنش شي واحد يغلب فرنسا في ذاك الوقت، لا جزائر ولا المغرب. علاش؟ لان كانت قويه، عندها بويسونس نافال، عندها كل شيء، عندها طائرات، عندها بالنسبه للمغرب حتى الجزائر الاستقلال ديالو كان عنده تقرير المصير، كان عنده حرب، كان عنده ثوره، ولكن هو كان عنده حمايه وتحولت للاستعمار. وكانت هناك عده، فهمتي، كانت ضغوطات دوليه. حنا ما ندخلوش، ما نرجعش لهذا التاريخ، لان فيه بزاف ديال الامور خصها تفسر بلا ما نرجعوا ليه. المهم الجيري اي سون انديبوندونس اي سو كيون بري لي كوموند سيتي لي زونفون دو لا فرانس، لي زونفون دو لا فرانس كي اون ايتي نوري اي لوجي او ماروك. باسكو الناس كيقولوا بوخروبه راه بطال وراه هذا، بوخروبه عميل لفرنسا، وبوتفليقه عميل لفرنسا، ودابا اللي تهضر عليه بوتفليقه شتي عاير الله وعاير الرسول صلى الله عليه غفور رحيم، وما تعايرش بوخروبه، ما تعايرش بومدير. خصكم تعرفوا هذه القضيه، هم يقدسون بوخروبه اكثر من المغاربه ان يحبون يقدسون الحسن الثاني كما ذاك الوقت. باش نقولها لكم الدرجه، شتي لو كان يقولها لي واحد الاستاذ ابي عياد الله يرحمه
كان يقريني التاريخ في ليسي بن زرجب في تمسان، قال لي والله يلا كيقول جبدوا لي هضر شي واحد قال لي الملك يبوسوا ليه يديه، قال لي والله وكان بومدين كنشوفوا بومدين شنو كيبوسوا ليه، ولكن ماشي امام الكاميرا كنشوفوا شنو يبوسوا ليه، تحشموا جبدوا المغرب راهم كيبوسوا ليه بلا ما نقولها لكم. هذاك الهواري بومدين كان اكبر مجرم، قتل عده شخصيات وعده عدد كبير بحاله. المدرسه ديالو نوريكم المدرسه شكون هو من المدرسه ديالو، توفيق ونزار هما مدرسه بومدين، وزيد عليهم شنقريحه وزيد عليهم جهاد زيد عليهم الهواري زيد عليهم هادو كلهم مدرسه ديال الهواري بومدين اللي ما عندهم غراض بالشعب ديالهم، الشعب ديالهم اللي كيسبنا. هذاك العسكري اللي كاباب دو لاساسيني دون وين وي قتل 3000 4000 جزائري تقتل، هادوك اللي كتشوفوا فيهم. اذا كنحييكم، غير بغيت نقول لكم علاش القضيه الكراهيه منين جايه، وهذا الشيء ديال الحرب في الحدود وهذا الشيء راه كيخدم للجزائر. هاد الحرب اللي حنا درنا راه لهات الجزائريين كاملين اللي كانوا كينتظروا الجزائر الجديده القديمه، فهمتي، لهاهم حقا المروك. حنا نوضنا مع المروك، غادي نزيدوا في التصعيد، غادي نطالبوا بديك الارض. هذه راه حرب دعائيه موجهه داخل الجزائر باش يلهيو الجزائر. اما حنا كاع ما مسوقينش، شتي لا تهجموا علينا لا هجموا علينا، راه سيت ان سويسيد بوغ، هو انتحار للجزائريين، والله ما خصك فيها انتحار، سيت ان سويسيد. وي سيت ان سويسيد باسكو ليكيليبغ ما كاينش، لو ماروك اي لي بلو بويسون. المغرب ما كيقلبش على الحرب، المغرب لا شيرش با لا كار، ما مسوقهمش المغرب كاع. هاد السيبيانيه هاد التصرفات السيبيانيه المغرب لا يبالي بها، لا يبالي بهاد التصرفات السيبيانيه. ولكن اذا ما اقتدى الحال ان الجزائر تمشي في الحماقه ديالها وتهاجم المغرب، انا كنقول لكم عقلوا على كلامي، سا سوغي لا فان دو لالجيري، سا سوغي لا فان ماشي لالجيري بلوتو، مي لو ريجيم غادي يمشي بحالو، الشعب ديالهم غادي يعيق بهم لانهم غادي يقهرهم المغرب، لان المغرب ما عندوش واحد حاضم واحد الحمد لله. اليوم المغاربه ما بقاوش متقبلين التاريخ المؤلم ديال محاوله الانقلاب الحسن الثاني الله يرحمه، ودوك الشعارات الفضفاضه ديال المساواه وديال، لان دوزوا جميع الاحزاب ودوزوا حتى الاسلاميين، وعرفوا فين كاين الصح وفين كاين المعقول، وكذلك عرفوا منين كان جايهم الضرر، يامات أفقير ويامات منبركا ويامات الزعماء المفترضين اللي كانوا يشتغلوا عند هواري بومدين، عند بوخروبه العميل ديال فرنسا، لان فرنسا مازال باقيه تماك، سي نورمال تحافظ على المصالح ديالها، مازال باقيه تماك. و بيان سي باقيه حتى في المغرب، انا حنا ما شوف انا ما كنقولوش راه حنا حتى حنا باقيه حتى في المغرب، وخصنا نحاربوها من المغرب، حنا خصنا نحاربوا فرنسا من المغرب. اللغه ديالها ما تبقاش برانسيبال لا لونك، وديجا لامريكا ناضت لها راه مزيره لها الشغل، حتى حنا خصنا نحارب. لا علاش؟ لان كدير معاها دوبل فات، لعبنا اللعب المزدوج. هي فرنسا لو كانت باغيه المغرب وباغيه مصالحها في المغرب، اول حاجه دير تقول لهم الصحراء مغربيه، الاقاليم الجنوبيه مغربيه، وتعطيهم الخريطه الحقيقيه اللي دخلت عليها هي مع الدوله العثمانيه، وتعطيهم الحقيقه ديال المدن وديال الاراضي اللي خدات المغرب، لان فرنسا ما زالت تعتبر الجزائر ارض فرنسيه ومحافظه على المساحه ديالها ومحافظه. ما يمكنش لو شوف لو كان بقات فرنسا ما يكونش عندنا هذا المشكل، فرنسا مازال تحافظ على هذيك الارض، فرنسا هي اللي تحافظ عليها، وهي اللي دارت لها الباكت مع الاتحاد السوفيتي، وهي اللي عطات الفوفر للاتحاد السوفيتي، وهي اللي انصرت الاتحاد السوفيتي جميع التكنات العسكريه الجزائريه. فرنسا باقيه تعتبر الجزائر ارض ديالها، ما يمكنش. راكم لاحظتوا التكريم ديال 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 الحركه، طلبوا الاعتذار من الحركه، لي ميم غالون نفس التتويج، كيسميه التتويج هذيك كيقولوها التتويج، لا ديكوراسيون ها، لا ديكوراسيون ديال الحركه بحالها بحال ديال الامير شاب كادر، كادر ديال 1847، كادر اللي قال لك المغاربه خدعوه، بقى لنا دابا غير شي واحد اللي يعطينا الديكوراسيون يوغورتا، يعطيه حتى هو واحد الوسام يوغورتا، لانه حتى هو كان ضحيه ديال الغدر ديال المروك ديال المروك. اذا جو فو سالي، كنحييكم. هذا سي دو ليستواغ. بالنسبه للجزائريين اللي اتصلوا بيا وقالوا لي ما تبقاش تسب الجزائر، عافاك بوليمون جو ليغ دي انا جو نسيت با لالجيري، راه شوفوا لي فيديو ديالكم، راه الناس كدير لي فيديو على لا كو ديال الغاز وكتقولوا هذا الشيء راه في المغرب، كيديروا لا كو على السميده، كيشريوا العدس 50 كيلو كيقسموا 10 ولا 5 ديال الناس،
كيديروا لك انا كي كنديكم كي كندي نديكم السوبر مارشي ونبقى نوري راه ما كنسبش. قلت لك كتعتبروا داك الشيء سبان؟ راه ماشي سبان، كنوري المغاربه على ان كل شيء موفر والحمد لله. بنادم خصو غير نوض يخدم، والله لا فورتيه لا نقرتيه، نوض تخدم كل شيء موجود. او ميم طون كنجاوب لان الصحافه ديالنا ما داخلاش في هذه الاعمال الصبيانيه، الصحافه الرسميه سي نورمال نو سوما اون غروند ناسيون. ما كيمكنش يدوروا في السوبر مارشي يقول لهم لا حقا راه الجيري كتكذب وراه عندنا العدس وما عندنا لا الصف، لان الدعايه ديال 16 الواحد ماتت والدعايه ديال الماء مقطوع عندنا، والدعايه حنا الماء ما مقطوع عندنا والضو ما مقطوع عندنا، وكنوريوها وكندخلكم لي مول وكان الماء كيتمشى غير دير غير يدك تحت الروبيني الماء يسيل، الماء موجود، الضو ديما كاين، المواد الغذائيه موجوده، اي حاجه موجوده، ما كانش نو نو مونكون دو غيان. الحاجه الوحيده اللي مبسطه لنا التخرويز ديالنا هي الجزائر، دوله الجزائر هي اللي دارت لنا مشكل. دابا اليوم مشكل الجزائر دارت لنا بوليزاريو ياك، وكانت كضرب بوليزاريو ما غاديش يخلينا نزيدوا القدام، ها غادي يدير لنا غادي يستنزف القوات ديالنا ويستنزف الامكانيات ديالنا والقدرات ديالنا، ونوليو دوله ضعيفه ودوله عايشه في الخوف ودوله عايشه في الانسيكوريتي، ها عدم فهمتي. ولكن بالعكس راها ولات اليوم عقبه وحجره في الصباط للدوله الجزائريه، اليوم خصها توكل وتشرب بوليزاريو ما تدويش. والجزائري اللي سب بوليزاريو الحبس راه يتسناه، اي واحد سد بالبوليزاريو غادي يعيط ليه شنقري حيشعلو بالعافيه، لان هذا كيعرف غير يحرق، هذا كيعرف غير يحرق. اذا كنحييكم، هذا سي نورمال، هذا الشيء راه غادي يحبس. وكنزيد نكرعو الثاني انه هو فيديو توضيحي، راه ما كاين ما كنجرح لا عواطف حتى اللي الجزائري ولا مغربي، كنوضحوا العداوه منين جات وان العداوه ما غاديش تحيد، وان المغاربه خاهم يستفيقوا من السبات ديالهم يحيدوا هذيك خاوة خاوة. كاين واحد الاقليه صغيره بزاف جزائريه اللي ما باغياش هذه الوضعيه وحشمانه فهمتي، وما بغاوش هادشي اللي نايض، وعارفين ان الجزائر خلقت بوليزاريو، ان الجزائر تعتدي على المغرب، وان الجزائر تكذب على المغرب، كتكذب حتى على شعبها وكتقتل الشعب ديالها، والشعب ديالها ما يقدرش يتحرك، واللي تحرك غادي يتحرك يتشوط بحال داك الزليف ديال العيد الكبير، يشوطوه ويلوحوه سون بيتي. هما شتي الجزائر شاريه المنظومات العالميه ديال حقوق الانسان، ما كيجيو عندها، ما كيسولوا، ما كيمشيو تيندوف، ما مشاو زاروا هذوك القبائل اللي تحرقوا، ما زاروا الغابات اللي تحرقوا، ما زاروا عائله ديال هذاك جمال اللي تحرق. المنظومه دوك اليومن رايت واتش وداك منظمات حقوق الانسان وكل ما جاورهما هذوك كاع هذوك كلهم مرشيين، كلهم واخدين الرشوه، كلهم واخدين الفاليزات ديال البترول، سياسه الفاليزه خدامه معاهم. راه مات 300,000 مدفونه ما سولوش فيها، ها والمحاكم الدوليه ديال الاجرام الدوليه حتى هي واخده البكيه، لان نورمالمون كما كانش واخدها كان بوتفليقه وباعتو يمشيو للحبس، شحال قتلوا وشحال ذبحوا. وهذا نزار وهذا الرباعه ديال شنقريحه ونزار وتوفيق راهم في الحبس، ولكن مع الاسف هناك فلوس كثيره ديال الشعب الجزائري اللي هو تا هو كيصفق عليهم وكيحماق عليهم وخليه. اللهم طول نظامهم، اللهم طول حبهم لشنقريحه، اللهم طول حبهم ووئامهم لطبون ولنزار ولجميع القادات ديال الجيش الوطني الشعبي، اللهم طول هذا النظام المراديه اطول ما يمكن. خير في هذا النظام، هذا النظام ديال المراديه، هذا النظام الجزائري الذي اللهم اجمع فيما بينهم، اللهم طول لهم مداد هذا الحكم، هذا الحكم الجزائري وهذه سياسة الطوابير. نتمنى الله لأنه ما يعشقون الطوابير ويعشقون الحرمان من كل شيء، اللهم لا تحرمهم من كراهية، اللهم لا تحرمهم من كراهية المغرب الذين يعشقون، وهي الهواء الذين يتنفسون به، الذي يتنفس. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.